صل على روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى وفيه أنزل القرآن فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجونه والعفو والغفران قال النبي كما روان ربي فيما رواه السادة الأعيان الصوم لي وأنا الذي أجزي به فأفض علينا الجود يا حنان سبحانك اللهم في الآصال وال أبكار حتى يملأ الميزان يا رب جئنا تائبين فهل لنا يا رب جئنا تائبين فهب لنا سترا جميلا منك يا سلطان رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه وبعد طول غيابي عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحابي وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حسابي الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب اللهم وفقنا لصيامه وتلاوة كتابه والعمل بأحكامه يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطهرين